الدنيا انقلبت الصبح بالبيت اجت المرة تركض، قلت لها شكو؟ قالت ثلاث نسوان بالباب شو مسوي؟ قلت لها والله كل شيء ما مسوي حبيب الحوت نورت. عجوز هنا الألمانيات ما يتزوجني صادقا من عمر مبكر، يعني 16-17 عندها صديق، اكو تستمر ويا الصديق زائد ان يصير عندها طفل من عنده، واكو لا مثلا تقول له بيها بن كان انت ريسة مدية بيتا كونزي عندها رفراوزو مندس قيت، تقول له مثلا انا ما عندي مصلحة وياك تقدر تدور على غيري لأناني لقيت الإنسان اللي يصعد على متوني على قولته هن العراقيين، يقول له بعد جمال حتى أخته تنجبر بي يصعد على متوني تشون. فهي تقول له أنا لقيت بالترجمة العراقية ما معناها ترى لقيت الإنسان اللي راح توالى أميه، فحفاظا على كرامتك شيل جنتك وولي. هنا كألماني يتقبلها بكل رحابة صدر، ألس جود في الجلوك، يقولها اوكي حظا اوفر. يطلع هو يضرب لبيرتين بادر بون، يقعد بالبار تعرف له على وحده يمنى يسرى، يطلع للشغل يكسر الوقت مالته، ما يعطون اهتمام مثلنا للحب. مع الاسف عندنا هواي عالم. نورت حبيب قلبه لطيف يحيى الدكتور، شباب لطيف يحيى الدكتور شبيه عدي صدام حسين، هذا هو بالله يعرف الحادثة اللي صارت بتلفزيون الشباب. أحلى دكتور نورت تحياتي لك. إحنا ناس لا نط اهتمام للحب أكثر من حجمه، يعني يقوم يحب ويضرب روحه ماسة ويبكي السوالف. الحاصل هاي الألمانية من النوع اللي متعرفة على شخص ومطي اهتمام للحب. أنا ذاك سنة 1900 سولفت لي و64 قالت تعرفت على شايب اسمه هير مولر، قبل هسه هو شايب الرجل، وخلفت من عنده هاي الزغيرة. يبقى الزغيرة اشقد عمرها؟ 45. الأمية يعني فرق كلها 25-25. أم 45 بخلفة واحدة عمرها 23، أم 23 بالباب تبكي بس تباوع عليهم، يعني شلون هسه انت اليوم عندك ورقه مستنسخه ثلاث نسخ طالعه طبعه واضحه وطبعه شويه مشوشه وطبعه ربها قامز، تحكي وياي الطبعه الاجيز شبيج؟ قالت انا هاي بت بتي تنصدم من الكاتاستروفه دراف من الكارثه اللي صارت. قلت لها احكي فضيني. قالت الحق ابو الغيره ابن الناصريه. قلت لها شكو؟ قالت اليوم من الصبح جلم بالغراض، تعرف كريسمس وعياد ميلاد ولطيف يحيى يعرف الجاي سولف. قالت جلم بالملابس، اكو هنا بالمانيا مثل الحاويات يذبون بيها الملابس القديمه، بعدين هاي الملابس تروح المكان معين تنغسل تتنظف، قسم من عندها طب اللي يسمونه بالعراق البالات اللي كانت تدخل انا ذاك الباله، حاليا البلد مزدهر تدخل شغلات حلوه كلها جديد. ف قسم من عدن تدخل للبالة، قسم من عدن تنغسل تنكوي تتعلق بمكانات معينة يطوها للاجئ اللي ما عنده ولا فلس. كفو لطيف يحيى نور الدكتور. الحاصل فضلي قالت بتي اليوم هاي الزغيرونة صغيرة البين، قالت لبت بتي تليفونها بديهم صادقت لها واحد وملتهيه وياه وشاتسي والس قدش كوما قلايش وبس دو ناين شلي بديش والله شبورة ماينا قود شلي بش كان نشونا ديش فش تيزد بصش ماينا ألزو تحكي وياه بالألمانة كلها تقول يا بترانا تقول خطية عندها طفل صغير من واحد خطية صاحبها قديم حبت بعد مرة وتحب، يعني هي طالعة من موضوع معين وحابة هذا الكلام. طبعا قاعد احكي لك على الألمان مو معناها انت تجين يعني صديقاتنا وخواتنا ان شاء الله الشابات يقولن عمو ابو شاهين حكي هاي الحكاية اذا عادلة، احنا مجتمع عشائر قبلي هذا الكلام عندنا ممنوع. انا جاي احكي لك حياة الألمان الموقف اللي صار وياي اليوم، حتى ما تحطين علي وحدة تقولين ابو شاهين من النوع اللي يشجع الحب، لا ابو شاهين من النوع اللي جانب العاطفة خالة بزاوية مظلمة لردع المخالفة وزجر غيرها. يا شباب قلت لي صغيرة البين ملتهية وي حبيبها حجاية من حجاية يسرى دقهم يا الطفل وين طب
بالعلاقة مع الملابس، شالت الملابس دبتهم بالحاويات، قالت الطفل عصى الحاوية تنفتح كلش قد كل أسبوع مرة يوم الثلاثاء. يتصلون وعياد كريسمس لهاي الذول المنقذين جماعة الموبل، ما حد يجاوب عليهم. دقة تقول لي قيش شفت اسم عربي بالباب حسين فليح، تقول دقيته قال سأل جيراننا قالت لها هذا عربي، قالت لها من العراق، تقول رأسها نزلت دمعتها البنية، قالت لها تتذكرين هير مولر من راح اشتغل بالعراق بوقتها كانوا يسوون تارتون للملاعب بكركوك، هاي قبل اسولف لك اني تارتون هذا مثل الثي اللي يصير بالملاعب مال كركوك، جدها خطيه كان من هذا النوع اللي يغلف ملاعب، قال لها العراقيين مره من المرات بمحطه مال الوقود بنزين خانه احنا نسميها بالعراق كانت بذاك الوقت داتسن محديبه بيضه معبين التانك دطق يد داتسن تقول قبت نار، تقول يسولف لها يقلها بحياته ما شفت مثل هيك عالم، يركضون على الموت ركض يردون يطفون السياره، فقلت لها هذا من نفس البلد اللي كان يسولف عليه جدي، قلت لها ايه، قلت لها ما حد يطلع ابني من الحاويه مال ملابس غير ابن العراق، انا اول ما قبلت على ابني كانت تشبقني وظلت تبكي المره تباوع من فوق ظلت حاير، قلت لها شتيب، قلت لها ايه سالفتها، قالت ساعدهم متى ما نزوم باي عندي حاوية بلاي عندي كلاموتة بلاي يشروف موبي متى كان عم با دبيس أوس ديم عراق با مبلود دهاز غيرة أخ، قلت لت من العراق أبو دم الحارب والغيرة، قلت لها أمري بخدمتك أنا وين الحاوية، قالت دي الشباب طلعت مطر هسه إحنا أجر بالباب الباب الجرنة، تعرف حاوية كبيرة يعني مثل البيت الأربعين متر، والطفل سمع يركض خطية جوا ويصيح هلو بيت هيلب مي بالإنجليزي، يقول لك بلكت أجنبي من هاي يجيب والألماني هيلب مي بيت باندس جيت مروم ماما مدين ما نشرايبين ونفرق يسم مش، يقول لما يقول لها ليه جيت كتبين وين صاحبك ونسيتيني. الحاصل باوعد لقيت اكو مثل الزرف مال المفتاح، يجي مفتاح كبير، قلت خل اطبب اصبعه بالكد الله ترى، شفت مثل اللسان شباب، لسان بس ترفع عليه فوق ينفتح الباب، مطر الدنيا مزنجر رفعته كان شنو يقرض اصبعي هاي، بس لا تنتبه لها مبينه باللايف هاي القرضه باعلها، اباوع العجوز ظلت الشيع بيه، عرفت شلون؟ دقوم ببيتهم الكبيرة شيل اللفاف مالتك، شلون احنا عندنا بالعراق مرة من تشمر عليك الشيلة، شالت اللفاف مالتك كان الشمرة وين؟ وقع على شوارب انا هنا انا دخان قام يطلع من خشم الشباب، لزمت الباب مال الحاوية طاب كان اطقه طلع الطفل خطية يبكي يشبقني دانكو اونكل من هالسوالف، رجعت للبيت ورا ربع ساعة باوع لك هذا بريدش كبرى من الشرطة، ليش كاسر الحاوية وانت يعني قاعد تخرب المال العام ومن هالسوالف، غصبا عليك وعلى شاربك لو تدفع غرامة لو تصلح الحاوية، وعدك تسوي يسموها شاهد على الموضوع، باوعت الشاهد مرة كبيرة بالعمر قلت انا بس دن النسوان وياهن من هي، رحت دقيت الباب عليها قلت لها هذا مو اسمك، قالت قلت لها ليش هيك سويت اشتكيت عليه، تقول انت ممنوع تخرب ببلدي، قلت لها خرب قبرك خرب قبرك، يعني قلت لها هيك هيك من دانا فريدهوف، فريدهوف القبر بالالماني اسمه، قلت لها هي هاي جزاتها 7800 يورو دفعت على مود القفل مال الحاوي، من هنا اكو شغلات كانوا يقولون اياها الناس اللي اكبر من عندنا هسه يلا عرفنا معناها قيمته شنو، يقول لك خير لا تسوي شر ما يجيك.